انت متشعبط في التاريخ وانا متشعبط في الكاس، خلاص ان شاء الله مش هنفرط فيها. انا حابب اكلمكم عن المشاعر واروح لحته مباشره جدا، اروح لحقيقه كلنا كنا بنتكلم فيها ومفيش وقت دلوقتي ان احنا نناقشها قد اللحظه دي. احنا كنا بنقول الناس بعدت عن منتخب مصر، الناس ما بقتش حاسه زي الاول قبل البطوله، الناس مش متفاعله مع المنتخب. المصري بيستنى فعلا عشان يتشعبط بقى بجد في حب مصر. المصري بيستنى كده بس بارقة ناديه تنداه النداها يتوه في ضروب حب مصر. ده اللي بيحصل لأي مصري. ونداهتنا نداهت البطولة، نداهتنا المرة دي وقالت لنا على اللقب ناويين. كل مرحلة في البطولة كانت بتزيد معاها مشاعرنا، بنحس أكتر، بنحب أكتر، بنفتكر أكتر. أنا أكون صريح معاكم، أنا اتربيت على عشق مصر في الكورة في البطولة دي. 98 و2006 و2008 و2010 ذكرياتي الجميلة كلها في البطولة دي. النهاردة فرحنا، فرحنا من القلب. قلنا لكل واحد بيعتقد إن مصر، إحنا على فكرة قلنا لنفسنا قبل أي حد إن مصر بتترنح وتتراجع كرويًا، لا. عزيمة المصريين موجودة. إتو قال أصل تصريحاتي ما كنتش أعرف إن حابب منتخب مصر. لو تعرف إن منتخب مصر في طريقك ما ينفعش برضه تقول كده. فينسنت أبو بكر كان بيتكلم النهاردة عن صلاح بمحاولة إنه ينال منه نفسيا. النهاردة بيودع البطولة على أرضه وأمام جماهيره. فرحة من القلب، فرحة من بتاعة زمان، فرحة من اللي كنا نسيناها بس دلوقتي افتكرناها وفرحنا كلنا بيها.